باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سيدنا ألف ألف مبروك. أنا جاي علشان أعبر عن فرحتي وفرحة إبرشية أسيوط. سيدنا أساساً من منفلوط، عشان كده برضو نيافة الأنبا توفيلس وأباء كهنة من منفلوط جايين، إنما عاش في كنيستنا في أسيوط، وسيرة سيدنا في أسيوط سيرة عطرة جدا جدا جدا. وسيدنا خدم كتير، ومن ضمن ما خدم خدم في مدينة دبي سنين طويلة، ولما ساب كنيستنا في دبي، أنا عايز أقول أنا كنت سكرتير البابا شنودة في ذلك الزمان، أنا عايز أقول لكم يعني الدنيا اتقلبت من كتر الناس اللي بعتوا متأثرين بمحبة وخدمة سيدنا في دبي. أنا عايز أهني سيدنا بثلاث آيات. الآية الأولانية موجهة لشعب أسوان، وهو ما ورد في سفر أرمياء النبي: وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم، وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم. إبرشية أسوان تأسست سنة 75 بسيامة طيب الذكر حبيبنا الغالي نيافة الأنبا هدرة. فربنا أرسل سنة 75 أسقفا بارا يرعى الشعب بالمعرفة والفهم، وجاء سلفه نيافة الحبر الجليل الأنبا بشوي ليرعاكم بالمعرفة والفهم، وقد اختار الله راعيا بحسب قلبه. فالآية دي لكم أنتم. وأنا عايز أفكر سيدنا قداسة البابا تودروس يوم الرسامة، الأسقف الوحيد اللي قال أنا أهنيك بشعب الإبرشية هو أسقف أسوان. دي الآية الأولانية. الآية الثانية، الآية الثانية نصلي لسيدنا إن ربنا يعطيه فهما في كل شيء. معلمنا القديس بولس الرسول قال لتلميذه القديس تيموساوس الأسقف، قال له ليعطيك الله فهما في كل شيء. هو ما كانش بيفهم ولا إيه؟ لا، ده كان أسقف وكان يفهم جيدا، إنما بيصلي ليه إن ربنا يديله استنارة. شغلانتنا دي يا سيدنا يا من هتتعرض عليك أمور وتبقى محتاج نعمة وفهم إلهي مش ذكاء. الذكاء حاجة والفهم الإلهي حاجة. فإحنا بنصلي لنيافتك ليعطيك الله فهما في كل شيء، كما صلى القديس بولس الرسول لتلميذه القديس تيموساوس الأسقف وقال له ليعطيك الله فهما في كل شيء. معلمنا القديس بولس برضو صلى وقال في رسالة فيليبي: وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة. ياما بتتعرض علينا أمور ونبقى مش عارفين الحق فين، فليعطيك الله فهما في كل شيء. وقد حباك الله أن تكون خليفة رجل عظيم، وقد حباك الله أن تكون خليفة رجل عظيم. وهنا وأخذ من سفر الملوك الأول إصحاح 3 إن سليمان الحكيم لما جلس على عرش المملكة إن سليمان الحكيم لما جلس على عرش المملكة
صلى لربنا وقال له: أيها الرب إلهي، أنت ملكت عبدك مكان داود أبي وأنا فتى صغير لا أعرف الدخول ولا الخروج. فسليمان الحكيم لما شاف نفسه بقي ملك وخليفة ملك عظيم اللي هو داود، قال لربنا: أعطي عبدك قلبا فهيما لكي أحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، فقد حباك الله أن تكون خليفة المتنيح الآن بهدرة كما كان سليمان خليفة داود النبي. فلنصلي جميعا أن يعطيك الله قلبا فهيما. ويقول سفر الملوك: وأعطى الرب سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا. عطية من ربنا وليس ذكائنا. وأعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا. فطوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم. ويقول سليمان الحكيم: بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت. الآية الأولى كانت موجهة للشعب: وأعطيكم رعاة حسب قلبي يرعونكم بالمعرفة والفهم. الآية الثانية: ليعطيك الله فهما في كل شيء. الآية الأخيرة تقول عروس النشيد: شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. فأرنوا يا نيافة أخي الحبيب الذي نحبه ونجله أن أراك دائما ورأسك على شمال المسيح ويمينه تعانقك. وحينما تقول في هذه الأيقونة ستكون بشوشا وفرحا ومريحا، وسيهرع إليك الناس يأخذوا بركة الجالس في حضن القدوس. وحينما تحوط بك المشاكل وهي كثيرة في كل مكان، حينما تحوط بك المشاكل سوف تميل بفمك إلى أذن الحبيب الذي أنت جالس في حضنه وتقول له: يا رب في كذا وكذا وكذا. فربنا يهمس في أذنك بالحل. فحينما تتكلم لا تتكلم بحكمة الناس إنما بقوة الله، كما قال معلمنا القديس بولس الرسول: نتكلم لا بحكمة الناس بل بقوة الله. وألف ألف مليون مبروك يا سيدنا، وربنا يعطيك حبرية سعيدة. احنا عملنا هدية لسيدنا وكتبنا فيها الآية دي: ليعطيك الله فهما في كل شيء. ليعطيك الله فهما في كل شيء. ألف مبروك. شكرا لك يا سيدنا. سيد محمد